قطر الشوق يقربنا وشيل خاطر طيب وغني الفرقة حراقة ومن التاقة من التاقة للتاقة للتاقة بكرة الشوق يقربنا وشيل خاطر طيب وغني الفرقة حراقة وفي نتلاقى في نتلاقى 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 بهجة الفرحة غناوينا وحكاوينا غناوينا وحكاوينا بشاشة حبنا السمحة وليل الصبح ما لاقى بحسه يقول فين تلاقى وليل الصبح ما لاقى بحسه يقول فين تلاقى فين تلاقى الأيام وشالت بهجة الفرحة غناوينا وحكاوينا غناوينا وحكاوينا بشاشة حبنا السمحة وليل الصبح ما لاقى بحس يقول فين تلاقى ليل الصبح ما لاقى بحس يقول فين تلاقى فين تلاقى الشوق يقربنا فرشة دعاي صافية ونكتب في جبين ضغاي وغوف رويانا بالعافية توري الناس مشاعرنا مشاتي الحبنا الخافية توري الناس مشاعرنا مشاتي الحب الخافية ننسى الدنيا فراقة ونتلاقى بنتلاقى نتلاقى نتلاقى الشوق يقربنا وشيل خاطر طيب وغني الفرقة حراقة وفين تلاقى فين تلاقى نتلاقى نتلاقى فين تلاقى نتلاقى نتلاقى فين تلاقى نتلاقى نتلاقى فين تلاقى
مرحبا بكم مشاهدينا مرة ثانية، نتواصل معاكم ودائما نحن مع الغنى الجميل والصوت الجميل ومع أستاذ إبراهيم حسين. بنحييك مرة ثانية يا أستاذ إبراهيم، ودار أسألك سؤال تقليدي لكن ما تقول لي بالله كل الأغاني أولادي وكلهم بحبهم وكلام زي ده. أكثر الأغاني اللي أنت بتحبها لنفسك شنو؟ لازم تكون في حاجة كده قريبة، ما ممكن كلهم. في الاغنيه العلامه، يعني الاغنيه من خلالها ظهر ابراهيم حسين، ديل قطعا فيهم عندهم ذكريات قديمه. مثلا اغنيه ساعه الغروب، ايوه، اغنيه البدايه مع صديقي شاعر اسحاق الحلنجي، يا سلام. مثلا اغنيه نجمه، اغنيه شجون، يا سلام. اما الباقي كله بحبه زي اولادي برضه. لكن ده البكر، ده اكثر، ده البكر، ده البكر. ذكرت استاذ الحلنجي، واستاذ الحلنجي له التحيه طبعا، هو برضه من هذه المدينه الجميله، مدينه كسلة، اللي برضه اخرجت منه يعني هذا الابداع الكبير. العلاقات الاولى، اول ما كده انت قلت لي قبل ما نستمع للاغنيه بانه ابوك كده خلاص، يعني خلاص اتيقن بانك انت هتكون فنان وهتخش المجال الفني، اول علاقاتك الفنيه كانت مع منه؟ مع الأستاذ الحلنجي ولا كانت بدايات مع شخصيات تانية؟ والله صح، مع إسحاق. أيوه، إسحاق بدينا سوا. أها. هو بدأ يكتب شعر، وأنا أيضا كنت عايز أعزف بفنان. أي. فقريت أغنية اسمها الأبيض ضميرك. أي. للشاعر الناشي إسحاق الحلنجي. نعم. و ليس صديق عازف في الفرقه بتاع اصدقاء الفن، قلت له يا اخي قريت اغنيه لشاعر جديد اسمه اسحاق الحلنجي، اسره الحلنجي اسره مشهوره في كسلة معروفه. صحيح. فقال لي يا اخي نسيبه ادريس استاذ مدرس معي في مدرسه واحده، فكلمه يعمل لنا موعد. فكلمه فعلا ومشينا لاسحاق في البيت في ليلة من الليالي، في أمسية من أمسيات كسل الحلوة، ويوم بتذكره ليلة كانت مغربة مغمرة، وجبل كسل الشامخ كده، و يا سلام بيوت ناس الحلنجي تحت، ايوه تحت الجبال طوالي، تحت الجبل طوالي، أيوة. في الخاتمية، ايوه، وجنب توتيل. جينا لإسحاق تعرفت عليه، قال لي والله يا أخي أنا ذاتي سمعتك يا اخي، انت والله يا اخي ممكن نتعاون مع بعض. دي البدايه، فبدت بيني وبدت الصداقه واستمرت الشغلانيه. كتب لي ساعه الغروب وغيابك طال والمجموعه دي كلها بتاعت الاغاني اللي هي. وبعد ذاك طبعا انتقلنا جينا الخرطوم انا واسحاق الاثنين. اتفقتوا سوا؟ ايوه. و المشوار ده كله نحن مع بعض، يا سلام، من 66. وإسحاق شاعر ممتاز، أنا شعره بحبه جدا، يا سلام يا سلام. ربنا يديه. والعلاقة بينه وبينه الآن تخطت على الشاعر وفنان. على مستوى الأسرة نحن علاقاتنا يعني متواصلة وممتدة مع بعض. أيوة مع بعض، يا سلام. ربنا يديم المحبة والإلفة. وده الشيء الجميل اللي احنا بنقوله ما بين أسر الفن، خلينا نسميها اللي هي من الجيل، جيل أستاذ إبراهيم حسين، كان بينهم ما بس علاقات فنية وبس، كانت علاقات أسرية وعلاقات جيرة وعلاقات محبة وحتى صداقات سفر كمان كانت بيناتهم. الناس كانوا بيتفقوا سوا، علشان كده المنتوج الفني الغزير ده كان منتوج جميل. استاذ ابراهيم، انت قلت لي بانه بتحب انك تلحن لنفسك، بتحس انها اقرب ليك، يعني تسمع القصيده كده بتحب تلحن لنفسك. هل لحنت لفنانين برضه، لشعراء ولفنانين كان في تعاون بينك وبين؟ ايوه لحنت لي، ما عدد بسيط، لحنت لاخونا عبد العزيز المبارك. ايوه. البسمه دي وين تتلقي؟ يا سلام. لكلمات الحلنجي برضه. نعم. ولحنت لي الفنان الشاب عز الدين عبد المجيد اغنيه شايل في خاطره. ايوه. جميل. دول الفنانين الاثنين اللي انت لحنت لهم. ايوه الحقيقه هم طلبوا مني وهم قراب لي. ايوه. عبد العزيز قريب لي وراي الاخ يعني الصديق. صحيح صحيح. يبقى احنا نتواصل معاك ونمشي فاصل مشاهدينا ونرجع لكم ثاني، خليكم معنا.
نتواصل معاكم مباشرة. لما ترافقت انت والاستاذ الكبير الحلنجي وجيتوا من كسلة للخرطوم، كان اتفاق مع بعض وسافرتوا سوا في العام ده نفسه، كان عام برضو مهم جدا بالنسبة لك. ايوه جدا. اسحاق حقيقي اسحاق جه ببالي، و انا بحكي لك انا مشيت لهم في البيت في الختميه ولحنت الاغنيه بتاعت الابيض ضميرك، ضميرك. و في نفس السنه سمعت فنان ناشي من الشماليه اسمه الطيب عبد الله بغني فيها في برنامج اسمه اشكال والوان يا لاحمد سلام الزبير، يا سلام. ايوه وبعد ذاك انا ابتديت الحن اغاني تانية، لحنت اسمها اغنيه اسمها الى هاجره اللي هي اول اغنيه سجلتها، واسحاق جه قدامي. انا بعد ذاك جيت الاذاعه، حتى كنت ما بعرف الاذاعه كانت صعبه جدا، ولقيت الأستاذ الفنان الكبير العادل محمد الحسن، نعم. وقلت له يا أخي أنا إبراهيم حسين بتاع من، قال لي الحلنجي كلمني عنك، وفعلا فتح لي المجال، دخلت الإذاعة ولقيت رئيس قسم الموسيقى أستاذ برعي، حجزوا لي لإجازة الصوت ايوه 66، اجيت صوتي ورجعت كسلة لحنت، قال لي تجيب اغنيات على مستوى الاذاعه، لانه اجيت صوتي كنت عندي اغنيات محليه كنت بغنيها في كسلة، ايوه فرجعت كسلة استعديت من جديد لحنت الى هاجره وساعه الغروب للحلنجي، ايوه جيت يا سلام. سجلت وبدات المسيره. بعد ذاك اسحاق يكتب الدينو وانا الحين كنت اغني. تلحن، احنا دايرين برضو نستمع لواحدة من الألحان الجميلة والكلمات الرائعة من الأستاذ إبراهيم حسين، نسمع ونرجع لكم تاني خليكم معنا. لما العيد يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو، لما العيد يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو، يحن قلبك يبين ودو ترجع إلي ويرجع علي معاك بصري معاك بصري.
بصري وعاين في العيون سهري. قولي لي يا شايل من عمري من عمري كيف ريت صبح قدري ونغمة حبيسة في خاطري في خاطري ألملم للفرح وبكي ألملم للفرح وبكي وأقول بغني لما الريح يفوت حده يبقى مصيره في يده لما الريح يفوت حده يبقى مصيره في يده يحين قلبي يبين ودوه سؤال نايل زمان ردوه ترجع لي يا مالي سواي مالي سواي وكنت الردى في جواي وعذاب نلقى زمان شواي زمان شواي رحيل الليلة من دنياي وعذاب نلقى زمان شواي ليلة من دنياي الليلة رحيله من دنياي لما الريح يفوت حده يبقى مصيرنا في يده لما الريح يفوت حده يبقى مصيرنا في يده يحن قلبي يبين وده يبقى
مصير نبيته لما الريل يموت حده يبقى مصير نبيته يا حين قلبي يبين ودو نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وحلقتنا الجميلة والرائعة باللحن الجميل والصوت الجميل الأستاذ إبراهيم حسين. أستاذ إبراهيم إحنا من بعد ما بدت المسيرة وخلينا نقول إنه خلاص بعد كده الناس ابتدت تعرف الصوت وبدت تعرف الطريقة برضو بتاعت اللحن اللي كانت مختلفة خلينا نقول وكان فيها شيء من التجديد والجماليات غير الثنائية اللي جمعتك مع أستاذ الحلنجي منهم من الشعراء ومنهم من الملحنين برضو اللي استعنت بهم لأن كنت أنت برضو بتلحن لأغانيك منو برضو اللي استعنت بهم من الملحنين لأغانيك والله أخيرا في عندي صديق أستاذ اسمه محمد عبد القادر غنيت له أغنيتين وأيضا أخونا الملحن ابن كسل عمر الشاعر أيضا لحن له أغنية واحدة أما باقي أغنياتي كلها من ألحاني وليه إنك بتلحن يعني لا أقول ليه ما ليه أنت بتحب إنك تلحن لنفسك يعني ما حاولت إنه تخلي الناس بتحس إنه الكلمة دي أقرب لك إنك أنت تلحنها ولا بتحس إنه أفضل من شخصيتك تكون الكلمة لو أخذ الكلمة أي أبا عيش لو لقيت عجبتني ببتدأ لحن فيها براي و اصلا المغني اذا عنده مقدره يلحن افضل يلحن لنفسه كنت بتلحن وين يا استاذ ابراهيم في البيت يعني تطلع برا كده على السواقي ولا تشوف القاش ولا بتحب انك تكون في لا ابدا يعني اصلا لما يجي شيطان الغنى الواحد في اي حته يبتدي يلحن ايوه يعني اغنيتي الجميله الشجون اللي بيحبوها هسه الناس ايوه دي لحنتها في الخور ده خور ابو عنجه بالله والله انا كنت انا واسحاق ثاني يوم في العيد عيدنا لاخونا الفنان محمد اللمين في البيت و جينا ماشيين حقيقه كنت جاي من كسل اديتها الاغنيه اديتها استاذ برعي دخلوها اللجنه بتاعت النصوص ف قلت لمحمد اللمين يا اخي الاغنيه لو جيزت عندي اغنيه كلماتها جميله من كجلاء لو جيزت اجيبها لك تلحنها لي كنوع من التعاون لانه محمد اللمين لحن لعاركي أيوة. وراجل يعني فنان كبير عنده مقدره صحيح. كويسه في التلحين نعم فسالني قال لي قلت لحن لك الاغنيه بتاعت الغروب قلت له لحنتها براي قال لي يا ابراهيم انا بختارها انك تلحن دي لو احتجت لاي معاونه بتعاون معك واخشى ان اخدها لك في حته ما تلاقي صوتك وكده فجينا ماشيين لما جيت الكوبري بتاع ابو عنيه ده اسحاق ماشي البيت اسحاق بيتهم في حي البسطة انا نزلت من الكوبري نزلت والاغنيه كنت حافظ كلماتها واخذت كلام محمد فرنسي انه ابتدي الحين يمكن انجح فيها فعلا بديت الحين وانا في الخور ده كنت بلحن لما يجوا ناس ماشيين اعمل نفسي زي اللي عندي حاجه كده يفوتوا ابتدى اغني طواني لما لحنت المطلع الاول وقبلهين فمشيت النادي في المساء طوال ما مش نادي الفنانين عندي اصدقاء هناك اخونا حسين عبد الله والدخت الفنان رمضان حسن واخونا عبد الرحمن عبد الله من اولاد عطبره موجود حتى في سلاح الموسيقى فجيت قلت لهم يا اخوانا انا جبت لي لحن جميل عاجبني فبكره تجوا نجي نعمل بروفه وبتاع فعلا قالوا يا اخ بكره عندنا تسجيل للفنان حسن خليفه العطبراوي بينتهي 11 تعالينا في الاذاعه 11 لو انتهينا بنمشي معاك البيت فانتهوا فعلا شلتهم ركبنا تاكسي جينا البيت كنت ساكن في العباسيه هنا عباسيه الشريك محطه عبدين جينا البيت وابتدينا نبرف في الاغنيه فعلا عجبتهم لحد المساء الشجون دي انتهينا منها سبحان الله كان يوم طوال مشيت حاجة السريع في الإذاعة وسجلتها أيوة فمن ديك زي حصلت ليلة من ال 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 ال
المغدر لأنه ممكن يلحن. من ديك استمريت بلحن طوالي. أيوة أيوة أيوة. والألحان كلها جميلة حقيقة، ألحان رائعة وجميلة. وخلينا نقول بأنه السند اللي أنت لقيته من الأصدقاء من الملحنين ومن الفنانين ومن الشعراء ده جانب مهم طبعا في حياتك. نجي برضو بنقول إنه الجانب الأسري أيضا يعني جانب برضو مهم جدا، هو اللي بيدعمك برضو، هو اللي بيديك. فحابين برضو نتعرف على أسرتك يعني. لا أسرتي لما نبتدي أغني أنا بقيس الأغنية الحلوة بيهم. لما أغني لو شفتوا غنوا معاي معناها الأغنية جميلة. أيوة. فمعظم الأغنيات اللي لحنتها في البيت هم بشاركوا بالسمع، بالذات زوجتي دي. أيوة. مرات تلبت وتغني معي هي ببرة والله. أيوة. يعني من الأغنيات أتذكر حاجة زي دي، زي شمعة سهرانة وتعيش أنت دوم خيرك. السلام. أغاني خفيفة والريلة جات متأخرة لي، كلها من الألحان. أيوة. اللي لحنتها في البيت و بيجوا مرات يشاركوا معي. يا سلام المشاركة دي. إحنا لما يحن الأغنية وغني لو ما شفتهم حفظوها يغنوها معاي بعيد النظر فيها. بتفتكر بانها ما وصلت، انت معناها بتبدا التجربه من البيت. ايوه لا ايوه نحن ما وصلوا. ايوه تبدا التجربه من البيت نجحت فكره معناها يعني الناس هي كده اصلا. النغمه الجميل الناس بيقولوا معاك طوال ما يعني الناس الفنانين الاسره بتاعت الفنان اصلا النغمه الجميله الناس بي 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 يعني بيستوعبوا يغنوا معك طوالي. صحيح صحيح. عشان الكلام الجميل اللي انت قلته احنا حابين نتعرف على اسرتك. فقرتنا الجايه هنقوم نتعرف على اسره الاستاذ فهيم. خليكم معنا. بنحييكم مره ثانيه مشاهدينا ونتواصل معاكم، وفقرتنا دي جميله لانه احنا مجتمعين بالاسره الكريمه للاستاذ ابراهيم حسين. سعيدين اول حاجه بيهم، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يديم ان شاء الله جماعتكم على خير. ونشكركم يعني شكركم كثير على استقبالكم لنا. حابه نبدا بالاستاذ فتحيه زوجة الاستاذ ابراهيم حسين. اهلا ومرحبا بك وكل سنه وانتم طيبه. مرحبا بكم كل سنة طيبين. ما شاء الله مسكت ماي بتاع الفنانة. كيف أخبارك؟ إن شاء الله أنت كويسة. والله الحمد لله. الله يخليك. هي زوجة الفنان دائما بتغني. هو قبيل قال لنا كده كلام بأنه بتدندني معاه وبتقعد كده براكم وبتغنوا سوا. والله فعلا كده الحان يعني بنشاركوا الألحان. أيوه. فالفكرة بتاعت الفن دي يعني في عندنا فينا في الدم. أيوه. انت برضه بتحسي بانك ممكن تديه اضافه جمل. أيوة أيوة. يعني لحنيه زي ما بقولوا. اي والله. شنو من الحاجات اللي حسيتي بانك تدخلتي فيها كده ويعني قلت له والله انا رايي انه يكون كده ولا يكون كده؟ والله في اغنيه يعني هي قريبه مني شديد. اللي هي شنو؟ فهي بتقول ما بنقول يا دنيا حاجه لما بالاحزان تجينا، العمر ما كله فرحة مرة لينا ويوم علينا. فالأغنية دي يعني قريبة مني شديد وبحبها وبحب أرددها، وبالعود معانا جلال ونقعد نغنيها ونشيلها. أيوة كلنا يعني احنا لازم نغني ونشيل. ما في جدا ما في جدا ما في مشكلة. يديك الصحة والعافية إن شاء الله رب العالمين. أعرف ببنات الأستاذ إبراهيم حسين. أعرف عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عمنا إبراهيم حسين. أول حاجة أحب أهني الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك، وبقول لهم كل عام وأنتم بخير ويا رب يدعال علينا بالخير والبركات إن شاء الله يا رب. يديك الصحة والعافية. تعرف عليك أكثر دراستك؟ والله أنا اتخرجت أصلا من كلية علوم الشروط والقانون بيروت بدل الملازم، وحاليا بعمل في قسم الأسطة مدرمان. أهلا بك والله. الله يخليك. تسلمي. الله يخليك. دائما نقول الانضباط حتى برضو يعني أيوة ما فايت يعني فايت الأسرة. الله يخليك. طيب علاقتك بالفنشر وعلاقتك يعني مثلا تحبي الشعر، طرحتي شعرة، صوتك حلو بتغني ولا؟ والله هي ما حاجة كده، لكن طبعا يعني الغنى ده يعني هي ما بنقوله حسيت كده ممكن تاخذ الزول يعني. أيها. يعني فالاستاذ مرات لما يغني الناس بتشيل معاه وكده. أيها. يعني أيها. ما لكن ما حاجه كده يعني اساسيه. بتشيل على صوته حلو ما في زول صوته ما حلو والله الحمد لله يعني ما على قدري كده. هنعرف الكلام اللي بعض. اهلا بك يا زينب. كيف صحتك؟ كويسه؟ تمام والله. يلا علاقتك شو؟ هسال نفس السؤال اللي سالته ليمونه. علاقتك كيف بالفن والغناء؟ بتغني؟ عندك شعر؟ بتلحني؟
والله ما بلحن، لكن يعني بغني يعني، كويس. بحب الغنى والله، يعني حاجة زي ما بيقولوا جارية في الدم وكده. بحب الغنى وبغني حتى في المدرسة يعني. والله كمان في المدرسة، كويس، مشاركة ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مصطفى أبو علي، زي ما تفضل أستاذ إبراهيم، أنا صديق للأسرة دي، وبعتز جدا بصداقتي لهذه الأسرة الجميلة والرائعة بصراحة. وأكيد أكيد انتهز الفرصة دي برضو عشان أهني كل الشعب السوداني بالعيد السعيد، وأكيد التهنئة تمتد لأهلنا في ولاية كسل كلهم. ويعني لعل الزائقة بتاعت أهل كسل يمكن هي الأنجبت أستاذنا الكبير إبراهيم حسين، والأسماء الكثيرة اللي جاءت من كسل يمكن على رأسها أستاذنا إبراهيم حسين. صحيح. يعني هي فعلا فرصة بالنسبة لي جميلة، وأنا جاي أعيد عليهم يعني. والله يعني العيد مبارك عليك أنت كمان وعلى أسرتك، وما أفتكر أنه يكون في زول صديق للأسرة ما يستغل حكاية أنه يستمع لأغنياته ويستمع لألحانه وهو قاعد كده ودندنة تكون موجودة، صح ولا لا؟ أكيد. ده استغلال الأصدقاء، لازم يكون موجود، صح؟ بتقعدوا يعني دائما في قعداتكم بتكون بس مجرد بس يعني عيدية، ولا برضه بتحبوا كده تعملوا دندنة كده بيناتكم كده، تحب تستمع له وهو يغني، تسأله من الجديد شنو، هل ممكن اللي قدام ان شاء الله ممكن يلحن ثاني قدام، او تذكره برضه ببعض الاغنيات الفاتت؟ هو فعلا يعني الواحد قدر ما يجي لاستاذنا ابراهيم حسين، هو بيجي وانت ماشيه على البيت يعني بتحسي بانه في زخم من الاشياء، وزخم من ابداع كبير يعني. اكيد هو اتخلق بعد يعني اشياء كثيره متراكمه، خلينا صحيح. نقول أيوه. وهو فعلا قدر ما نجي، هي زياره الفنان بتختلف اكيد من زيارتك لانسان عادي يعني. فدائما الواحد فعلا بيستغل الفرصه دي في انه بيبقى السؤال ممكن عن ميلاد الاغنيات كانت كيف، عن اسفارهم الكثيره، هم بيحملوا الفن الاصيل السوداني ده صحيح يعني. صحيح. وكانوا ينشروه يعني بين صحيح. الامم وفي دول الجوار وكذا. فدائما نحن بنجتر معهم ذكريات، وبنسال عن اغاني، وبتحاولي مرات تسالي انه يا اخي الاغنيه ديك ليه، وكان دي فهي فعلا دائما كانت شنو كده مسامره جميله. انتوا الاقرب ليهم يعني، انتوا محظوظين من الناس اللي بيكونوا فعلا محبين جدا للاستاذ ابراهيم حسين، يمكن ما عارفين بعض التفاصيل، لكن انتوا باعتباركم اصدقاء للاسره بتعرفوا. ربنا يديك الصحه والعافيه ونتعرف عليك. شكرا جزيلا لك، كل سنه وانت طيب. تفضل تعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد ادم شريف، ابن اخ الفنان ابراهيم حسين. استقل هذه السانحة وأهني الشعب السوداني والأمة الإسلامية بحلول العيد الفطر المبارك، ربنا يجعله عيد فرح وبهجة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله. طبعا أنت من المحظوظين برضو أكثر، خلينا نقول إحنا كلامنا عن الأصدقاء لكن حظك أنت أوفر طبعا، لأنه العلاقة بتاعت القرابة طبعا بيكون فيها معروف يعني معرفة أكثر، وفيها معلومات أكثر كمان عن الفن، غير إنه ممكن أقول إنه برضو ممكن تورثوا حاجة، برضو إن شاء الله ورثوا حاجة من الأستاذ إبراهيم. والله كان فيه اهتمامات في الصغر كده، عزف عود وغنى، لكن ما كويس ماتت مع طيب. ده كلام كويس، ماتت مع الزمن. لا هنحييها الليلة ونحيا حسي، تختاروا لنا أغنية كده ونقوم تغنوها مع بعض. تحبوا شنو أكتر حاجة تغنوها وتدوها كده عيدية لكل المشاهدين طبعا بصحبة أستاذنا الكبير؟ تحب تغني شنو يغنوا معك شنو يا أستاذ إبراهيم؟ نخلي الخيار لك أنت. أقول أغنية بتحبها الملام. يا سلام، شوفوا الاحترام كيف، يا سلام عليك. عشناك غنى يا أجمل منى، إن شاء الله في عوشها هادية فرحة لمنا، يا الله في عوشها هادية فرحة لمنا. لا 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 بريدك ويدك انت زادني الفي عمر، بريدك ويدك انت زادني الفي عمر. قبلك يا ما تهنى يا ما وكمسي، قبلك يا ما تهنى يا ما وكمسي، شايلين المحنة
هم نبني النا شايلين المحنة هم نبني النا هم نبني النا ينت لي منا عشناك غنى عشناك غنى وشال فع الشهادية يا الله فع الشهادية معك ريت نتيمو قلوبنا معك معك ريت نتيمو قلوبنا معك ليمو هم ابنينا شايلين المحنة هم ابنينا هم ابنينا جنة ليمنا عشناك غنى عشناك غنى يا اجمل منى وشال فع الشهادية فرحت لمنا يلا فع الشهادية فرحت لمنا يا سلام يديك العافية يا أستاذ يديك الصحة والعافية إن شاء الله فع الشهادية فرحت لمنا إن شاء الله فرصة طيبة أهنيكم جميعا بعيد الفطر المبارك وعبركم أيضا أهني غناة شروق شكرا لك والتيم العامل فيها وإن شاء الله في عش هذه فرحة ليمن يا رب العالمين تلم الجميع إن شاء الله شكرا لكم بالصحة والسلام وحقيقة أستاذ إبراهيم حسين من الفنانين المحترمين وال يعني الشعب بيحبه وبيحترمه وبيحب ألحانه وبيحب كلماته وبيحب يعني تفاصيل الأغنية اللي هو بغنيها مختلفة حقيقة وفيها الفرحة والبهجة. نحن مننا بنقول لك كل سنة وأنت طيب وبنعيد عليك وتسمح يعني تأخذ مننا الهدية البسيطة اللي احنا مقدمينها لك كعيدية مننا لحضرتك. يديك الصحة والعافية إن شاء الله وكل سنة وأنت طيب. يديك الصحة والعافية. شكرا لكم كثير. شكرا لاستقبالكم الجميل لنا يا جماعة. يديكم الصحة والعافية إن شاء الله دائما تعيشوا في عشة هادية تلمكم بالخير والسعادة والهنا ولكم انتم كمان مشاهدين. ما حصل غنيت صوت كعب زي الليلة لا معقولة إلا لإصراركم يعني والله لا أجمل صوت أنا ما جاهز للغنى لكن بس وفي أحلى إنك تغني مع أسرتك يا أستاذ إبراهيم كان لازم يعني كان لازم أيوه إحنا اتبسطنا وسعدنا بك والله ربنا يديك العافية شكرا لكم مشاهدينا كان لازم وفي اثنين فنانين دخلتهم في صورة اكتشاف مش كده أيوه اكتشاف جديد يديك الصحة والعافية أستاذ إبراهيم شكرا لكم مشاهدينا إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين ربنا يديكم الصحة والعافية دائما مشغولين بالخير والسعادة والهنا يديكم العافية مع السلامة
الطيئة.